السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم محمد من قناة شروحات للمعلوميات في حلقة جديدة والتي سوف أتطرق إن شاء الله من خلالها إلى طريقة حل مشكل الكتابة المستركشة أو علامة الاستفهام عندما تقوم بكتابة باللغة العربية. تظهر هذه علامة الاستفهام كما تلاحظون. إن شاء الله في هذا الحلقة سوف أريك حل هذه المشكلة بكل بساطة. فكما تلاحظون فالكتابة فهي باللغة كما غير مفهومة. قبل أن أقوم بشرح الطريقة أدعوك أخي الزائر وأختي الزائرة بالاشتراك في القناة حتى توصلنا إن شاء الله بكل جديد. وبعد ذلك سوف نمر إلى شرح الطريقة. فمثلا هنا سوف أقوم ب كما تلاحظون سوف أقوم بكتابة باللغة العربية. مثلا سوف أقوم بكتابة محمد على هذا الشكل. لاحظ معي هنا عندما أقوم بالنقر على أوكي لاحظ معي هنا سأظهر هذه الكتابة كما تلاحظون. فهي كتابة مزركشة أو كتابة تعميزية أو علامة استفهام أو غيرها. قد تظهر لك مجموعة من المشاكل. سوف أريك حل هذه المشكلة بكل بساطة. فقط سوف تقوم باتباع الخطوات التالية. سوف نتوجه إلى كنترول دو بانل على هذا الشكل كما تلاحظ. ثم نذهب مباشرة إلى لونج وبعد ذلك تتوجه إلى موديفي وفورماسيون دوت لتغيير الإعدادات الخاصة بالرجل أو الساعة. وبعد ذلك تذهب إلى أدمينستراتور على هذا الشكل. ثم تذهب إلى كوبي ثم تتوجه إلى موديفي البارامتر ريجلاج على هذا الشكل. بعد ذلك سوف تتعلق هنا باللغة الفرنسية. تذهب اختار اللغة العربية. اختار دولة عربية من الدول العربية. مثلا هنا لديك مجموعة من الدول العربية كما تلاحظ. سوف اختار دولة موروكو ثم نقول على اوكي. هنا سوف يطلب منك ان تقوم باعادة تشغيل الجهاز. مرحبا اخواني الكرام. بعد ان قمنا باعادة تشغيل الحاسوب الان سوف نتوجه الى برنامج فوتو فلتر. سوف نقوم الان بمحاولة الكتابة باللغة العربية كما تلاحظون. نفس الاسم قمنا بكتابته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوف نختار مثلا هنا نختار مثلا اللغة باللون سوف نختار اللون الأحمر على هذا الشكل. بعد ذلك سوف أقوم بتكبير الخط مثلا إلى 150 ولاحظ معي هنا سوف يتم كتابة الخط بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. كما تلاحظون قمنا بالتغلب على المشكل بكم استخدام أي برنامج فقط بخطوات بسيطة. كما تلاحظون فالعملية رائعة جدا. سوف نختار اسم مثلا آخر مثلا سوف أقوم بكتابة الرشيد على هذا الشكل. ثم نختار خط آخر من الخطوط. هناك العديد من الخطوط لكن هناك لا نشتغل كما تلاحظ. فهذه خطوط خاصة ببرنامج أبو رشد. فكما تلاحظون هذه الخطوط التابعة للويندوز هي التي تشتغل فقط كما تلاحظ. الطريقة كما قلت سهلة جدا. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم الحلقة. لا تنسوا دائما إخواني الكرام إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا النقر على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة تشجيعا لنا حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله. وشكرا على المتابعة. إلى حلقات قادمة بحول الله.